في إطار تنفيذ مخطط عمل قائد المجموعة الإقليمية للداخل الوطني بمستغالب لمحاربة الجنوح واللصوصية والقضاء على بؤر الإجرام بشتى أنواعه عبر إقليم الولاية، وعلى إثر التحقيق المفتوح من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للداخل الوطني بصيادة، تم الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة تجهيزات المصاعد الكهربائية. مواصلة للتحقيق وتنشيط عنصر الاستعلامات، تم توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضية تكوين جمعية أشرار الغرض منها الإعداد لجنات السرقة لتوافر ظرفي التعدد والتسلق وحجز جهاز منظومة تحويل السرعة الخاص بالمصعد الكهربائي. 2 خزانة لوحة تحكم للمصعد الكهربائي بمفك بلاغي كبير الحجم كماشة، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 31,700 دينار جزائري. سوف يتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور انتهاء من التحقيق.